لو الحكاية فيها إن فيديو مشارك هذا الجمع مشارك الظروف الموضوعية اللي احنا بنعدي بيها هلاقي ان احنا بنضيع وقتنا بكلام حقيقة بسيط جدا. اللي انا عايز اقوله وقد عصرت هذا الجناح في الفترة اللي فاتت كلها خلال السنتين الماضيتين كان هناك إصرار على بناء تنظيم لأن احنا بنواجه نظام تعفن وفسد وليست معركة مع شخص ولا بد من بناء هذا التنظيم. إذا كنا قد وصلنا إلى هذه المرحلة فمن العين علينا أن نحترق على هذا الموضوع بعد أن كنا قد اتفقنا في كل المستويات. وأنا أظن أن أغلب الحاضرين هنا لن يختلفوا معنا إذا احتفظنا بما قرأه في البيان والذي يوجد في كل الوثائق التي تم إعدادها احتراما للجهد الذي بذل ولعدم فتح موضوعات قد تم حسمها. أيها الناصريون، أيها الناصريون، لو عبد الناصر جاء اليوم لصوت هو شخصيا كان يكون تيار الكرامة